هو غالبا ده مش سبونج بوب الاصل، عشان كده انا كده استخبيت منه. النهارده هنشتغل مكرمشات سلطة، لكن سبونج بوب هو المرعب في اللعبه دي. اوكي معاكم، كنا بنلعب العاب سبونج بوب كتير لكن كان بيبقى شفيق او بسيط هو المرعب، لكن دلوقتي سبونج بوب هو اللي عايز يقتلنا. يلا بينا نخش اللعبه. معانا هنا شمشون، غالبا شمشون بيحضر لحاجه عشان يعمل بيها سبونج بوب يخليه شرير، صح؟ قول كده، قول كده، قول يا شمشون. ده سبونج بوب، هو ده سبونج بوب، النسخه المعدله من سبونج بوب. ايه ده بس هو ضخم ليه كده؟ مش الدرجات ولا هو اللي شمشون صغير؟ يا لهوي، هو عمل نسخه غير نسخه سبونج بوب الاصليه وهيضحك على هيضحك على مستر سارت عشان يسرق الوصفه السريه. يا شمشون منك بسيط بيرقص ليه كده في الجامعة؟ بسيط بسيط. هو ده متهيألي بيعمل دعاية للمحل. افتح المحل. السلام عليكم يا شفيق، عايزين نقعد بقى هنا كده. انا جاي اشتغل ولا جاي اعمل ايه هنا؟ طب اخش على مستر صلاطع. استاذ شفيق ازيك؟ جود ايفنينج. اهلا يا استاذ شفيق. باد ايفنينج. ايه يا عم طبيط ولا ايه؟ اقول لك جود ايفنينج تشتمني؟ وات في ايه؟ بس ايه وات يو وان؟ هقول لك يا عم انا عايز ايه. وان كرابي بري. واحد كرابي. اوكي راح ثانك يو يا عم. فين ليه المعامله دي؟ هي المعامله عندهم على كده؟ في زباين عندكم يا مستر صلاطع؟ ده بيطفش الزباين الواد ده، ابو مراخين طويله. سبونج بوب اهو وصل، وصل متاخر. انت خش على شغلك يا كلب. ايه هو شكله عامل ايه؟ بنطلون ضايق عليه. ازيك؟ هي سبونجي جود ايفنينج. عايز صوص، اعمل لي واحد اكسترا بليز سبونج بوب. اوكي ماشي. في مين بيصور؟ وات هوز ذات؟ ايوه روح روح شوف في ايه. ايوه عايز انت عايز نعمل شغل عشان اخد الغسالة بتاع برجر؟ طب قومني. بسيطة هطل فشخ. ايه اللي هطل ده؟ طب خلاص سبونج بوب مشى مشى مشى. طب قول لي قوم قوم، هتلاقي ليست هنا هتعمل الحاجات اللي فيها واديك ثرو ذا تراش ان تراش كان. عايزين نحذفوا الكنزات في الزبالة او الزبالة في الزبالة، يعني مش لازم الكنزات. فهناخد الزبالة دي كده ارموها هنا. ارمي ترمي فين الكنزات؟ انا هو ده ايه ده؟ هو رافع ايده ليه؟ عامل هاي هتلر. بس عامل ازاي سبونج بوب؟ تحبسونا انت يا جدعان. ارمي بقيه الزباله. اوعي حلو كده، فاضل حته واحده حتتين ولا ايه؟ ده كله عشان اخد واحد سلطه برجر ببلاش تسد الجوع بتاع اليوم. ليه الزباله بتترمى بره؟ هو ايه ده؟ ايوه خد الاخيره بس كده. ايه تاني بقى؟ بوت مستر كرابس ماني ان ذا بوكس، انا احط فلوس مستر كرابس في البوكس. اوه دولارات يا رب. معايا الدولارات بتاعت مستر سلطه دي. نلعب اغاني فش. ده معاه رزم. رزم احنا قلنا الرزم فيها 10 بس. 10 ايه ده؟ كتير قوي. خلاص مش هحسدك يا مستر سلطه. يلا اروح اقعد بقى تاني. ازيك يا شخشق؟ نقعد. ايه السايلنت في ايه؟ ايه ده سبونج بوب عيل واسع عليك؟ ده عنده هالات سودا. ما نمتش ولا ايه يا اخويا؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ بس السلام عليكم. ايوه طبعا طبعا انت احنا عارفين. لا انا متاكد ان انت ريل. حرفيا انت الريل. بص عينيها حمرا زي انت الريل سبونج بوب. ايوه بعرف ارقص بعرف. بس هو فين بسيط؟ بسيط مشى. هو غالبا اخذ بسيط معاك. اي ثينك سو. عامة كده سبونج بوب هيرقص لنا. ورينا ان هو ريل. في ايه؟ انت مش عارف بس مش عارف ليه شافيه الله يخرب بيته. ماشي هو الراجل بيرقص اهو عادي. ارقص ارقص سبونج بوب. ارقص سبونج بوب. في ايه يا اسطى؟ هو هو سبونج بوب الاصلي اهو صح؟ انا متاكد ان هو. طب ايه خلصت اللعبه كده؟ فجعنا؟ 2 hours later. لا ده لسه في 2 hours later. ايه اللي حصل؟ اوه ده حبسنا. وايه ده؟ ده بنطلون في حاجه هنا؟ مفيش حاجه هنا. طب هنا في بتاع المفروض نكتبه فيها ارقام. طب هنا الرقم اللي في النص ايه؟ ار اي ار فير. فير هو ده الرقم. انا اعرف الرقم ازاي بقى؟ هل في حاجه سوداء هنا؟ الموسيقى دي مش بتطمني. هو كاتب فير. احنا ممكن نقول ايه ده رقم واحد؟ اف اي بي سي دي اي اف رقم 6. يبقى كمان رقم 6 6 بعد كده الاي اي بي سي دي اي رقم 5 هنحطه 5 6 5 بعد كده الاي رقم 1 اخر رقم اللي هو ار. ار ده رقم 18 لو عدناه يعني. فانا مش هعد لحد 18 فنحط كود كده. طلع صح. اوكي نفتح الباب كده بسم الله. في شرابات هنا جوارب سبونج بوب. اوكي اوبا النور قطع. اعمل ايه بقى؟ انا همشي على نور الارض دي مش شايف اي حاجه. انا كده رجعت مكاني. في كشاف. في كشاف الحمد لله. الحمد لله انك اكتشفت ان في كشاف. نطلعوا من هنا. هو بيخزن البني ادمين هنا سبونج بوب. سبونج بوب انت مجنون. هو غالبا ده مش سبونج بوب الاصل عشان كده انا كده استخبيت منه. ماشي شكرا شكرا. لازم افتح البتاع تاني. قفل على النور. اقفل على النور. اقفل على النور.
انت راجل كرنج. طيب انا معرفش المخرجي فين. ايه ده فجعتني في الباب ده عشان ايه؟ ما يجي يخش في شحن ما يخش من. ايه ده؟ هو في علامه السهم؟ هل في حاجه هنا اعملها؟ مفيش حاجه هنا اعملها. الطرق الطويله دي الاكزيت صح؟ دي كلها طرق يا اخويا. ده كله بيت يا سبونج بوب. انا سامع باب عمال يتفتح. باب في علامه صفراء اهي. امشي طوالي. ده احنا المفروض نصلح الكهرباء زي كل لعبه بقى. نصلحها احنا الكهرباء ازاي كسبنج بوب؟ ايه الاشكال المعفنه؟ احنا عايزين حاجه نصلح بيها الكهرباء. ايد او هاند. بص الحاجات اللي فوق دي يا رجاله، ما هو معلم لك عليها وبيقول لك دي بتساوي ايه، يعني السهم الاصفر ده بيساوي 3. طب احنا عايزين ندور على كل الاسهم دي بقى ونعملوها. طب السهم الاصفر 3. طيب المفروض نرجع بقى ونشوف الباقيه. لازم نرجع بقى من الاول تاني ونشوف بقيه الاسهم. يا رب ما سبنج بوب يقابلنا. احنا عايزين نشغل الكهرباء دي، فغالبا في هاند هيشغل لنا الكهرباء دي. لازم ندور عليه. سبنج بوب عمال يفتح الباب وانا سامعه. ودي الاربعه وشرطه اسود. افتح الباب ده. الاثنين ده سهم ابيض. يا سبونجي فينك؟ غالبا على ايه في وش دلوقتي هيرجعني فجاه بالتكلاب. بس ايه الرز دي كلها؟ زنيت الخز بيعملوا بيهم السلطه على برجر. احنا دلوقتي بندور على دراع يفتح لنا الكهرباء، وبندور برده على الاسهم. دي اثنين وشرطه احمر، اثنين وشرطه احمر. في حاجه هنا مستخبيه. انا لقيت حاجه في بق البتاع ده، اخدناها. اوكي دي اللي هتشغل لنا بقى الكهرباء. دي اثنين وشرطه احمر. انا خايف اول اللعبه دي يطلع لك. يا رب العلوم ما تتغير، يا رب العلوم ما تتغير. انا عارف ان رب منه ان شاء الله. هنشغله الكهرباء على طول ونمشي. وواحد شرط اخضر بس كده احنا كسبين. رب ما يمسكنا سبونج بوب الشرير يا رب. يا رب ما يجي ورايا. يا رب يا مجنون يا عم. انت مرعب قوي يا عم. صوت مرعب قوي. امشي بقى. هطلع على اف وش صح؟ طيب نرجع. يا رب ما القفش عندنا من هنا كده يا عم. افتحوا الكهرباء. ايه مش بوب؟ باي بوب. ايه يا رب يخش اي باب من الابواب دي. بس اجري اجري انت، اجري انت، اجري يا اخويا. يا رب ما يكونوا جاي ورايا. يا لهوي يخرب بيتك. تخيل بقى جاي ورايا. انا هفتح النور واخش احط الاكواد دي بسرعه. اوكي بعد معادلات بسيطه اكتشفنا الرقم. قعدت لفيت لفه حلوه كده. 7 9 6 8 5 2 7 9 8 5 2. اوكي خلينا فتحنا الباب. اي نيد فاوند كي. طب انا على الكي فين؟ ما تفتح لنا يا اخويا. لازم نرجع تاني يا رجاله. يا رب ما لازمش بخشنا. يعني انا مش فاهم، مره ندور على الكي ومره نجيب الاكواد. هو عامه مش قدامنا خالص. هنخش هنا كده ندور التدويره كده في الحمام هنا. افتحه. ايه ده؟ تحط المفاتيح في حتت غريبه. اقسم بالله. يلا يلا قربنا يا رب. مش قدامنا الحمد لله. افتح. الحمد لله. ايه ما خلصناش اللعبه لسه؟ فيه ده ابوك شفيق. ايه ده؟ هو حبسك في الاخر يا هطل. يا غبي يعني في الاخر حبسك. طب تعالى نتكلم معاه كده اما نشوف هيقول ايه. اوه ثانك جاد اي فاينلي اسكيب. هو ار يو انيوي؟ طب ما انت اللي عملته. يس يو ار سمول. لا اوكي ام سوري يو ار بيجست ثان. اوه لول ما تطلع يا اسطى خلاص. كريبي سبونج underestimated me and thought I couldn't escape from a cage three times my size. Can you believe it? لا 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 لا. No worries, we don't have time to dwell on it. We need to head to my lab and create a weapon to deal with that creepy sponge you mentioned. ايه ده هنقتله؟ انت اللي عملته؟ But let's focus on finding انت اللي عملته يا حواي. وريني فين اللاب بتاعك. اوكي احنا رايحين اللاب بتاعه. اي هو فين اللي حصل؟ انا اللي هسوق. طيب تمام ما تقول كده يا عم. انا شايف جنب شمشون المفروض هتخطى الحاجات اللي قدامي. يا عم ايه السرعه دي؟ سريعه قوي يا عم. سريعه قوي والله. يا عم سبونج بوب انت عامل قلق. يومين دول يخرب بيتك يا سبونج. ان شاء الله نهرب منه. يخرب بيتك يا سبونج. لا بعد ده كله بجد ليه؟ انا خدت مسافه كبيره يا عم. ليه يا عم؟ ترمي ترمي حاجه من هنا. اوكي هوب. سريعة سريعة. ركز معايا يا ابني. معديها يا جدعان معديها. هو ايه ده؟ ايه السرعة في كده؟ انا مش فاهم. خير ان شاء الله خير ان شاء الله خير ان شاء الله. وصلنا. يا رب يا رب. الحمد لله الحمد لله وصلنا اخيرا. يا عم خنقتونا يا عم بلعبتكم. اوكي وصلنا هنا عند اللاب بتاع الشمشونة. وات ناو؟ لا اله الا الله. لا اله but they can only be found in the alternate reality. هجيبهم منين؟ The alternate reality, the evil sponge has caused chaos and disruption, but that's where the tiny sponge bobs and the cup of coffee exist. You must be cautious as you navigate through the topsy-turvy world. I've prepared a special grappling gun. Use it to enter the machine that will transport you to the alternate reality.
Once there, find the minuscule SpongeBob's and the elusive cup of coffee. Our world's future hangs in the balance. ماشي يا اخوي. عايزين نجيب كوب اوف كوفي غالبا وسبونج بوب الاصلي. وهنا ايه اللي دخلني هنا؟ قفل عليا الباب ولا انا مش عارف ايه اللي بيحصل دلوقتي، بس شفيقة حاطيني في البتاعة دي وعمالة تطلع صوت غريب اكني راكب عربية لادا ولا بتاع شوش وانا بنتقل عبر الزمن ولا عملت فيا شمشون ودني اتطرش. انت عرفت ماوس بوتن جراب؟ ما تقوليش ان انا هتشعلق يا لولي. وانا سبايدر مان. هوبا، المفروض نجمع سبونجبيات. هوب، المفروض نجمع سبونجبيات دي. يا لهوي، ده ما تقوليش كده، غالبا لازم امشي من هنا. يا لهوي ماشي. السلام عليكم، انا عايز اعرف مخرجي فين وما تخلي فين. انا جنبي سبونجبيات يعني. نمشي كده طوالي، في سبونجبيات هنا برضو. ماشي حلو، اما تقرب تسيب. ما هو يا عم ده صعبه فشخ. لا ايه ده، لا لا يا لهوي صعبة جدا. هو انا ازاي هجمع سبونجبيات اللي هنا دول؟ يا عم انت بتلقحلي اخر الدنيا ليه؟ يا عم امسك في اي حاجة يا عم، انا سبت ليه؟ طيب احنا نجيبه اللي على الشمال نخش على اللي في اليمين. سهلة سهلة يا ابويا. يا رب يا رب انزل عليها. لا 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 ماله بيترين، اما نشوفه ختم اللعبة ازاي. اوكي هو ختمها. حتى هو بيصور. ايه الاشكال؟ متهيألي كان بيرجع سبونج بوب الحقيقة، في حاجة حصلت غلط. بيهرب منه ده. يما تخيل لو مسكه وتعدي المرحلة الأول. لول أهو كسب، كسب أخيرا أخيرا الحرية. رجع برا، ده برا المكنة. فين شمشون؟ فين شمشون؟ مات شمشون. ده كله عشان تقول له تبينكم تاني. بس كده يا جماعة، لو عجبكم الفيديو تنساش اللايك وشير وسبسكرايب. ما قدرتش اختم اللعبة، لعبة صعبة، مرحلة صعبة. اشوفكم في الفيديو الجاي، يلا سلام.